مواقف لاشخاص حظهم نحس، وصدقني مش هتتمنى انه يحصل معاك موقف من المواقف دي. على الرغم من انك ممكن تعدي بركة المية دي بسهولة، الا ان الموضوع بيكون صعب جدا، خصوصا لو انت من الناس اللي حظهم وحش، وزي ما انتوا شايفين كده لما حب يعدي اتزحلق واتدهول بالكامل. الملكة دي كانت راكبة الموقف بتاعها وكانوا ماشيين من على السلم، لكن من سوء حظها ان الموقف بتاعها اتقلب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يا ترى الموظفين اللي شايلينها دول مصيرهم ايه؟ اما الشاب ده فحب يعمل تجربة جديدة ويتزحلق على الطينة، لكن نتيجة التجربة ما كانتش مرضية خالص، وده لانه كان لسه بيقول بسم الله، لبس في شجرة واتقلب واتدهول على الاخر. بعض الاشخاص لما العربية بتاعتهم تتخبط بيحاولوا ان هم يجيبوا شمع ويلزقوه في العربية وبعد كده يشدوه لبره علشان ترجع زي ما كانت، ولكن من سوء حظ الشاب ده لما حب يعمل كده الصاج بتاع العربية اتخلع بحاله. ده عربية ورق ولا ايه يا عم؟ طالما انت مش قد ركوب الحصانة بتركبها ليه يا اخي؟ يعني حلو كده لما الحصان يقلبك ويلحسك التراب؟ من المفترض في مشهد زي اللي قدامك ده المفروض الشجرة تقع في المكان المخصص لها، ولكن الغريب ان الشجرة قررت انها تقع ناحية الراجل اللي كان بيقطعها، طبعا قلبته هو والسلم اللي كان واقف عليه. الشخص ده كان حابب يمسك الطيارة الدرون بتاعته عادي زي اي حد ما بيمسكها، ولكن الغريب ان هو مسكها من جناحاتها، وبالتالي الدرون زعلته اكبر زعل. ده كمان الدرون وقعت في المية. هو في حظ اسوأ من كده؟ هو انا كل ما اقدم مشروب للزباين يقع مني ويتكب بالمنظر ده؟ ده ايه الشغلانة اللي معرفش جايبه همها دي؟ مش معنى ان انت بتمتلك عربية دفع رباعي يبقى انت هتعمل اي حاجة وتروح اي مكان، وطبعا ده لو كان حظك وحش زي صاحب العربية اللي قدامنا ده. الشخص ده كان بيفتح باب العربية علشان ينزل البضاعة عادي، ولكن بمجرد ما فتح الباب البضاعة كلها انهارت عليه وردمته وردمت الشارع كله. يا ريت حد ينقذه قبل ما نفسه يتكتم تحت. تخيل تبقى عامل حاجز خشبي علشان تنط بالعجلة من فوقه، وبمجرد ما تقرب منه العجلة تحود منك وتقع على الأرض وتتدهول، حرفيا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فرد الامن ده اثناء ما كان قاعد ياكل في حاله فجأة جاله قرد وطلب منه ان هو ياكل معاه، ولما مرضاش خد الاكل من ايده بالعافية، وطبعا فرد الامن كان مصدوم جدا واستسلم واداله الاكل. صاحب اللانش ده فقد السيطرة على اللانش بتاعه تماما، وبالتالي اللانش بقى يلف بيه ويروح في اي مكان براحته، يعني يطلع بقى على الارض ماشي ويرجع تاني المية ماشي، كله ماشي. الشخص ده هو بينظف العربية بتاعته من التلج، لو ما كانش بص فوق وخد باله كان على العوض فيه. حاجة غريبة وقعت من على العمارة كانت هتخلص عليه. مش عارف اقول حظه حلو ولا حظه وحش. هو حظه حلو انه نجا، لكن العربية. عارف انت لما تطلع رحلة وتحب تنام على سرير مربوط بحبلين بين شجرتين؟ طبعا ده حاجة عادية وبتحصل مع اي حد بدون اي حوادث، ولكن الاتنين دول لما حب يعملوا كده الشجرة وقعت على دماغهم. لو انت حاسس انك مريت بيوم صعب في حياتك، اظن مش هيبقى اصعب من المهندسين والعمال اللي اتمسح بهم الارض في الفيديو اللي قدامك ده. يا ترى في كم واحد اتصاب في المشهد ده من وجهة نظرك؟ لو انت قوي الملاحظة قول لي في الكومنتات. مين قالك بقى ان الباتش باجي بيطلع من حضارات بالشكل ده؟ يعني هي الشواطئ كلها خلصت علشان تيجي تمشي فيه في وسط الجبل؟ احيانا غباء بعض الاشخاص بيخلوهم يبهدلوا عربيتهم من غير ما يشعروا. واحد زي ده معاه عربيه غاليه زي اللي قدامكم دي، ازاي غامر ويحط حاجه حجمها كبير ووزنها تقيل جدا وتكون صلب في شنطه العربيه ويخبط العربيه جامد كمان وهو بيقفلها؟ الغريب بالنسبه لي ان هو مهتمش بالازاز اللي اتكسر. المطعم ده بيشترط على كل الناس اللي شغاله فيه انهم يقدموا الاكل بالطريقه دي، ولكن عاوز اقول لك ان عشرات الحوادث بتحصل يوميا بسبب الموضوع ده، لانهم بيتزحلقوا والاكل بيقع منهم بالشكل ده. الشخص ده كان بيتسلق منحدر عالي جدا، ولكن اثناء ما كان لسه في البدايه اتقلب ووقع على وشه بالشكل ده. نحمد ربنا انك ما طلعتش شويه قدام. اللي حصل مع الشخص ده هيخليك ما تركزش مع الموبايل بتاعك وتنسى اللي انت شايله. ده الجردل عمال يندلق منه طول ما هو ماشي، وبسبب تركيزه في الموبايل مش واخد باله، ما خدش باله غير ما اتزحلق. ده ما كانش هياخد باله يا جماعه. عاش يا وحش، عرفت تنطها كويس. يا ابني رايح فين؟ كنت لسه بشكر فيه. معلش تتعوض مره ثانيه بقى. السواق ده غالبا كان بيحاول يشد لانش ويدخله المخزن، بس من سوء حظه ان الروافع بتاعت الكلارك اتخلعت من مكانها. الكلارك كمان سابه وجري، رجعت ورا وخبطت عربيات وبهدلت الدنيا. الصياد ده من حظه الوحش ان الدب شافه اثناء ما كان بيصطاده، وللاسف ارتبك جدا وفقد القدره على التصويب، وطبعا الدب ما سابهوش وهجم عليه، والله اعلم مصيره ايه. الله يرحمه بقى، ما هو بالعقل يعني مفيش حد بيثبت حامل الكاميرا على السلم. فرحان انت بقى لما الكاميرا اتبهدلت كده؟ يخرب بيت التيك توك اللي جنن البشريه. انا شايف ان الموضوع هنا ملهوش اي علاقه بالحظ النحس، انا شايف ان هو اقرب للغباء اكتر. اصل بالعقل يعني ايه اللي يخليك تتسلق الاشجار الضعيفه دي؟ تستاهل الوقعه اللي حصلت لك بصراحه.
اثناء ما كانوا اللاعبين دول بينططوا الكوره بكل مهاره، في واحد غلبان هناك كده كان قاعد يلعب مع نفسه، ومن غير ما يعمل اي حاجه لقى الكوره جايه له من بعيد ولبست في راسه. عمل لكم ايه هو علشان تخبطوا الخبطه الوحشه دي؟ يعني انت بتدوس على الزرار وما انتش عارف ايه اللي هيعمله؟ اهو خرطوم الهوا فلت وهيبهدلكوا كلكوا. قولوا لي بقى هتسيطروا عليه ازاي؟ استنى بس، هتعمل ايه يا مجنون؟ هوب احسن. حرام عليك يا اخي، ايه اللي خلاك تنط النطه دي؟ انا مش فاهم بصراحه. اهو ده بقى الهبل في احسن صوره. حلو يا اسطى بس ما تعملهاش تاني. شبح الهرم يا اخوانا. كل الحواجز اتفتحت لهم وبداوا السباق عادي. الا صاحبنا النحس ده، الحاجز بتاعه حلف ما هو بادئ معاهم. وهو ده بقى كان اكبر مثال على الحظ النحس بصراحه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتصلوا على النبي في الكومنتات. كان معكم محسن شعبان، تحياتي.